المهندس أمير صالح مدير المشروع وممثل المالك، نقدر نلخص مهام حضرتك ان حضرتك المدير الفني او المايسترو للمشروع ده. هي من ضمن المهام الرئيسية ليا في المشروع ان انا متابعة البرامج الزمنية، وان اكد ان انا هوصل بالمشروع في الوقت المحدد ليه وبالتكلفة المحددة ليه، وتابع البروكيورمنت والعمالة وبرامج البرامج الزمني بكل ما يحويه الكلمة بمعنى. النهاردة احنا في حدث استثنائي لشركة نايل ديفلوبمنت، لان هي بتصب خرسانة 10,000 متر. النهاردة يوم يعني حجر زاوية في تاريخ المشروع. المشروع النهاردة دي تاني خطوة فيه اللي هنصب فيها 10,000 متر خرسانة. انا عشان اوصل لصب 10,000 متر خرسانة دول استهلكت 90,000 ساعة عمل. عشان اوصل لليوم بتاع النهارده اللي هصب فيه 10,000 متر خرسانه، اللي احنا النهارده الرجاله بتاعتنا دي اكتر من ساعد 1,000 راجل من مهندس واداري وفني وعامل وعامل مساعد. يعني اكتر من 1,000 بيت مفتوحين في المشروع ده. اكتر من 1,000 بيت مفتوحين النهارده ولمده 5 سنين مع المشروع ده. انتوا ليه 6 شركات مع بعض بيتعاونوا؟ يعني 6 شركات انتوا عملتوا حاجه؟ ده لازم ان انا اشغل 6 محطات خرسانه عشان اقدر اصب الكميه دي في 36 ساعه، لازم اعمل اجيب 6 شركات. انا عندي اقل مصنع هيصب لي حوالي 1000 متر، وفي مصنع هيصب لي 2000 متر في اليوم. مفيش محطه هتقدر او شركه واحده تقدر تديني ال 10,000 متر خرسانه. لكن انتوا عملتوا حاجه جميله ان الشركات دي بتتنافس بره، جت عندكم بتتعاون. احنا بقى عملنا بروفيت صب، جبنا 6 محطات بالست بمبات بال 75 سيارة خرسانة، وعملنا بروفة عشان نعمل تناغم وتناسق في العمل، مبقاش فيه كلاشنج أثناء الصب ويحصل عطلة ويحصل كولد جوينت ويحصل مشاكل صب. إيه اللي أنت شايفه جديد أو اللي شد حضرتك إن أنت تتعاون مع شركة نايل ديفلوبمنت وتمثل المالك في مشروع بالحجم ده؟ أنا هقدر أقول لسعادتك إن المبنى بتاعنا دوت مبنى ذكي، بنستخدم فيه كل أساليب الحديثة من ناحية إن مثلا فور إكزامبل أنا لما يكون عندي مبنى سكيورد من ناحية الفاير فايتنج. يعني ايه سكيورد من ناحيه الفاير فايتنج؟ يعني مجرد ما يشم دخان هو يطفي نفسه. ان انا بستخدم اساليب مثلا البي ام اس بيلدينج مانجمنت سيستم، يعني مثلا في عطل مثلا لمبه، لو لمبه محروقه في الدور ال 15 في الغرفه رقم 2 بتبين عندي، بقدر اتعامل معاها بكل بساطه ويسر، مش بشتغل بترايل اند ايرور. المبنى بتاعي اسانسيراته برضو سكيور. في كم اسانسير في المبنى ده؟ عندي المبنى فيه اكتر 15 اسانسير واثنين مصعد خدمه. برضو عندي لو المبنى بتاعي قطعت الكهرباء فيه بيحول اوتوماتيكالي على محطه الكهرباء بتاعت الجنريتور بنظام الاي تي اس. عندي ايمرجنسي لين، ممرات حريق، عندي سلالم حريق، عندي اسانسيرات هتشغلها اثناء الحريق، غرف السيرفرات والكمبيوتر ما يقطعش عنها الكهرباء عشان ما تبوظش السيستم. طبعا مهمة جدا. طبعا كل دوت سكيورد. فاذا المبنى بتاعي مبنى ذكي ومبنى صديق للبيئه، لان انا عندي برضو بعمل تدوير للميه بستخدمها في الزراعه اللي بتستخدم في اللاندسكيب.